النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. LG المناصير للزيوت والمحروقات. العملاق، مش كل مين نظف عملاق. مجمع الملك الحسين للأعمال. متابعي طقس العرب في الأردن، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. نقدم لكم هذه النشرة الجوية الرئيسية التي سنتحدث فيها عن تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة خلال الأيام القادمة، وتحديدا سنركز خلال هذه النشرة بالحديث عن الارتفاع لدرجات الحرارة المتوقع خلال عطلات نهاية الأسبوع. نبدأ نشرتنا باستعراض المحاور الرئيسية التي سنستعرضها في هذه النشرة. طقس صيف اعتيادي يوم الأربعاء، كتلة هوائية حارة نهاية الأسبوع واعتبارا من يوم الخميس، ثم اشتداد الأجواء الحارة يوم الجمعة، أي أن ذروة الأجواء الحارة ستكون يوم الجمعة. نبدأ نشرتنا بصور الأقمار الصناعية الملتقطة خلال ساعات صباح اليوم، والتي تظهر خلو منطقة بلاد الشام وشرق البحر الأبيض المتوسط من الغيوم، وبالتالي سادت أجواء مشمسة بشكل عام. ننتقل الآن إلى خرائط توزيع درجات الحرارة على طبقة 850 ملي بار، وهي طبقة 1500 متر، أي تعتبر من الطبقات متوسطة الارتفاع، حيث توضح أن تأثر المملكة بكتلة هوائية ذات درجات حرارة حول معدلاتها في مثل هذا الوقت من العام اعتبارا من يوم الأربعاء، لكن اعتبارا من يوم الخميس يلاحظ ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة، تشتد درجات الحرارة أكثر خلال يومي الجمعة والسبت بفعل اندفاع لكتلة هوائية حارة وجافة قادمة من منطقة الجزيرة العربية. بالنسبة لخرائط توزيع الرياح المتوقعة اعتبارا من يوم الجمعة، حيث تصبح الرياح تهب شرقية إلى جنوبية شرقية مرافقة لهذه الكتلة الهوائية الجافة والحارة، وبالتالي تعمل على إثارة الأتربة والغبار في المنطقة الشرقية، وأيضا ارتفاع كبير على درجات الحرارة بفعل كما ذكرنا مصدر الرياح القادمة من شبه الجزيرة العربية. ننتقل الآن لتوقعات الطقس لهذه الليلة في العاصمة عمان، حيث يسود طقس صافي مع 20 درجة مئوية. أما بالنسبة لتوقعات الجوية للثلاث أيام القادمة بالنسبة للعاصمة عمان، يوم الأربعاء طقس صيفي اعتيادي 29 درجة مئوية كحرارة عظمى، أما ليلا طقس صافي مع 20 درجة مئوية، لكن اعتبارا من يوم الخميس هناك ارتفاع تدريجي على الحرارة، حيث تسجل 31 درجة مئوية كحرارة عظمى، أما الصغرى تسجل 21. أما يوم الجمعة تبلغ الأجواء الحارة ذروتها وتسجل العاصمة عمان 37 درجة مئوية و24 درجة مئوية كحرارة الدنيا. نختم نشرتنا بهذا الفيديو المصور في منطقة المملكة العربية السعودية لأسراب من الجراد، وإلى اللقاء. لا إله إلا الله، شوفوا الأرض كلها جراد، والسماء الأحمر ده ما بحصل جراد اللي بالأرض. شوفوا 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 شو كم ينزل، سبحان الله. يوم الاثنين 8 ذي القعدة، أعداد بالملايين. لا إله إلا الله.